بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، لازلنا في حديث جبريل من سياق ورواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والحديث الثاني، وفيه أن يحيى ابن يعمر قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. سبق أن أشرت إلى فائدة إنكار التابعين لما رأوه من مخالفة منهج الحق، وهذه المسألة مهمة جدا، أن الإنسان لابد أن يكون له معيار وميزان يزن به الأقوال والأعمال والأفهام والتصرفات. دي مسألة مهمة جدا، وهذا المعيار أو الميزان هذا هو الحق الذي يعتقده، بحيث أن هذا الحق من خالفه أو تنكب عنه أو جفى عنه أو حد، يكون معلوما أنه قد خالف الحق والحقيقة. فالإنسان لا ينكر ما هو معلوم أنه حق، ولكن ينكر ما هو مقطوع أنه باطل. أما المسألة محتملة الوجوه فإن الإنكار فيها لا يكون متوجها، فالإنكار يتوجه عند مخالفة الحق، عند مخالفة الحق. ولذلك عندما تكلم بعض إخواننا في مسألة الديمقراطية والأحزاب، قلنا لهم قولا واحدا: إن الديمقراطية وإن الأحزاب باطل لا شوب فيه. مش هنقول باطل فيه حق، هو باطل لا شوب فيه، كما أن الضياء ضياء لا ظلمة فيه، والليل ظلمته إذا كانت سابغة فهي ظلمة لا نور فيها، فكذلك الباطل في الديمقراطية والأحزاب باطل لا حق فيه، وما فيه من متصور الحق فإنه يتوه في ظلمات الضلالة والمخالفة، وهذا الأمر ثبت مع الأيام أنه حق بفضل الله عز وجل. فهذا التابعي وأخوه عبد الرحمن الحميري عندما سمع مقالة معبد الجهني والقول بأن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا عند حصولها، أنكروا هذا القول. القول ده لا يمكن أن يكون حقا، لا يمكن، أنكروا هذا القول. من الذي تكلم بهذا القول؟ معبد الجهني، وهذا الرجل كان يطلب العلم ومعه طائفة من الذين يتقفرون أو يتقعرون أو يتفيقهون العلم على الروايات الموجودة، ومع ذلك لم يؤخذوا ولم يرهبوا بهول ما جاء به هؤلاء المخالفون، مع أنهم من طلبة العلم. دي مسألة مهمة جدا، ما تقولش أكيد طالما إن فلان وفلان وفلان اجتمعوا على هذا القول إذن هذا قول حق. خطأ، فالحق ما وافق الحق. بعضهم كان يدعو إلى الدستور وينادي به: وما ترك بلدا إلا دخلها، مبشرا بحسناته، مادحا مودة. فلما سأله أحد الإخوة سؤالا على استحياء: يا مولانا، هل قرأت الدستور؟
وهذا شيخ كبير، قال: لقد قرأه من أثق فيه. يا إلهي، لقد قرأه من أثق فيه. ومصيبتاه، أتمنى أن يسمعني، ومصيبتاه عندما يكون رجل شيخ فاضل له مصنفات ذائعة وسائرة ويطيف الآفاق في مصر وخارج مصر، ويدعو إلى أمر هو لم يدرسه ولم يقرأه ولم يبحثه، والشباب المسكين يقول نعم، طالما الشيخ الفلان بيقول نعم خلاص أكيد هو دارس المسألة، وأكيد وأكيد وأكيد. ثم عندما يسأله أحد إخواننا: هل قرأت الدستور؟ يقول: لقد قرأه من أثق فيه. وآخر لم يقرأه أصلا ويدعو إليه، ولم يقل ذلك ولم يقدر أن يقول ذلك. على أي حال، ينبغي أن يكون لديك حق تعتقده، دي مسألة مهمة جدا، وهذا الحق الذي تعتقده لا تتركه أبدا حتى تموت، لا تتركه أبدا حتى تموت. هذا الحق يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية الجمل الثابتة عن الله ورسوله والمأثورة عن الصحابة الكرام ومن أتى بعده من التابعين. يبقى الحق ده لابد أن يكون حقا مأثورا، حقا مأثورا. وما جهلناه من آحاد بعض النوازل تلمسنا له أشباهه من ذلك الأمر. افترضنا أيام صلى الله عليه وسلم ما كانش لا ديمقراطية والأحزاب، فنتلمس أشباه ذلك الأمر، نتلمس أشباه ذلك الأمر وأمثال هذه المخالفة، فرأينا أن أمثال ذلك ما أحدثه طلبة العلم من أمثال معبد الجهني الذين كانوا يتقفرون العلم وأتوا بقول عجيب شنيع. هذا القول ليس قول المسلمين وإنما هو قول اليهود، هو قول اليهود. فسلف معبد في هذا النفي، أي نفي الصفات عن الله، ليس أول من قال ذلك من أمة البشر، ولكن أول من قال ذلك هم اليهود، فأسلافه هم اليهود. وكذلك هؤلاء الديمقراطيون أسلافهم اليونان والإغريق والرومان، ثم بعد ذلك الحداثيون في أوروبا، فبئس السلف لهم، كما أن اليهود بئس السلف لمن؟ لمعبد الجهني. كما أنكر التابعون على معبد، نحن ننكر أيضا على هؤلاء بجامع المشابهة بين هؤلاء وهؤلاء. ولا يهولنا ولا يرهبنا ولا يأخذ بمجامع قلوبنا أن قال ذلك القول رجل عالم كبير أو رجل صغير لا يلتفت إليه. فالحق صفته أنه من عند الله، قال الله: وقل الحق من ربكم. فلما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك، أي أنكر الناس في البصرة ذلك. ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل وقتا خليا من مذكر للحق، لابد في كل وقت من مذكر بالحق، من قائم على الحق، من داع إلى الحق. لا يمكن أبدا أن يكون هناك زمن ليس فيه شيء من ذلك، لا يمكن. في ذلك الزمن كان الصحابة متوافرين متواجدين، فذهبوا إلى الحجاز حجين أو معتمرين، دي الرواية أو الحديث. هنا قال: فحججت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حجة،
إذن هذا الإسناد بين أن هذه السفرة ليست على الشك فحججنا أو اعتمرنا، لا، وإنما كانت ماذا؟ كانت حجة. وهذه فائدة النظر في ألفاظ الحديث، فهذا اللفظ من هذا الطريق بين أن هذه السفرة ليست على الشك حاجين أو معتمرين، بل كانت هذه السفرة سفرة حج. ثم ساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده. الحديث 9 صفحة 10، ولن أتعرض للإسناد اليوم لأن معظم رجال الإسناد تكلمت عليهم قبل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كان العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. البروز للناس أي الخروج إليهم والجلوس بينهم. وإذا رأينا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن غالب حاله ليس منفردا، بل كان معه الصحابة الكرام، وهذا الأمر فيه فائدة عظيمة، أن الصحابة الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا تنزل الوحي نقلوا كل شيء رأوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حتى شمائله
الخلقية التي ربما لا يلاحظها أحد، رصدها الصحابة وأخبروا بها، حتى طريقة ترجله لشعره وطريقة خلعه لثوبه أو لبسه له، طريقة دخول الخلاء والخروج من الخلاء وما يقول هنا وهنا، كل صغير وكبير نقله الصحابة. أما في داخل البيوتات فهناك أمهات المؤمنين اللائي ينقلن ما شاهدنه من حال النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وزينب وحفصة وجويرية رضي الله تعالى عنهم جميعا. يبقى خارج البيت الصحابة ينقلون أخباره وأقواله وأحواله، وداخل البيت أيضا ينقلون أحواله وأخباره، سبحان الله، حتى لا يترك شيء من نظام النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو في خارج بيته إلا أخبر المسلمون عنه، حتى في حربه وفي سلمه وفي إقامته وفي ضعنه وسفره، هذا كله أخبر المسلمون بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد لأهل الفضل والعلم أن يبرزوا للناس ولا يحجبوا نصيحتهم ولا علمهم عن الناس. ما يقال بأن القناة الفضائية تكلم من خلالها الملايين، بينما الدرس 20-30-50-100-200، يبقى لو تعارض دي مع دي نقدم القناة على درس المسجد. دائما كنت أقول لإخواني المسجد لا يعدله شيء، ودعوة الله تعالى بين الناس وأن تبرز إليهم محاككا لهم ناصحا إياهم مبينا الحق لهم، هذا أفضل بكثير من هذه الدروس الطائرة. هذه الدروس الطائرة لا تربي ولا تؤثر، وإن أثرت فهي تأثيرات لحظية، أما المسجد فهو المكان الصحيح الذي يخرج منه الرجال. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. فالرجال هم الذين يغشون المساجد، وهم الذين ينفعلون بالعلم ويتوجهون بكلام الخير. أما الذين ينامون على ظهورهم في الأسرة يأكلون الفول السوداني ويقشرون اللب ويقولون هيا نتفرج على الشيخ الذي سيأتي الساعة الفلانية، نتفرج فرجة لا يمكن. لكن الذي يأتي المسجد هل يقول هيا نتفرج على الشيخ؟ لا، يقول هيا نسمع الشيخ. يبقى في التلفاز نتفرج، في المسجد نسمع، والعلم هو السماع، العلم هو السماع. بل إن الطاعة لابد أن يسبقها سماع، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا، إذا لابد من السمع. فإذا ما حصل السمع، والسمع هو العلاقة الحميمة بين العالم والمتعلم، علاقة حميمة، خلص تسلم عليه، تقف معاه، تشوف جتته كده، تشوف شكله، دي مسألة تختلف تماما. يعني الأشياء العجيبة إن الإنسان أحيانا يذهب إلى بيت بعض الناس، الأولاد يقولوا آه هو ده اللي بنشوفه في التلفزيون، الناس مش متعجبة، هو ده بالفعل، بس ده الشكل الحقيقي يختلف تماما
عن الشكل الفضائي. الأرض فيها الزهد والتواضع، والفضاء ربما يكون فيه العلو والخيلاء، وكثيرا من الناس تلتفت قلوبهم إلى أمثال الشهرة، لكن إذا تركت ذلك لله أبدلت خيرا من ذلك. إذن الطاعة لا تأتي إلا بعد السمع. قالوا سمعنا وماذا؟ وأطعنا. سمعنا وأطعنا. فلا بد لأهل العلم أن يبرزوا للناس في مجامعهم ومجالسهم ليعلموهم الخير ويوقفوهم على دين الله عز وجل. ومن فوائد هذه المجالس ما قد يحدث فيها من حوارات أو نقاشات أو أسئلة أو أطروحات، دي كلها فوائد جميلة للمجلس. لا بأس أن يأتي سائل فيسأل بالأسئلة العجيبة المفيدة التي ربما يأخذ الحياء بقلوب بعض الحاضرين أن يسألها، فيأتي هذا الجريء ليسأل هذه الأسئلة فيكون ذلك من البركة ومن الخير. ولهذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا يعجبهم الرجل البدوي يأتي ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام. هما بيستحوا يسألوه، الرجل بدوي بيجي يسأل ما يهموش. فكان ذلك يعجب الصحابة لما قد يستفيدون منه من العلم، من علم النبوة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطارح أصحابه السؤال ليعلمهم أيضا، وهذه طريقة مفيدة في التعليم أن يطرح السؤال على الطلبة ليعملوا عقولهم وليفكروا في الوصول إلى الإجابات. فهذه استثارة مفيدة وطريقة نبوية. أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم من هو المفلس بعد أن استخرج ما عندهم من إجابات. عندما يسألهم عن القوي فيجيبون بما يعلمون، ثم يبين لهم بعد ذلك معنى القوي، وهكذا. يبرز النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، يجلس بينهم، يأتيه رجل فيقول يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. هذه الجمل كلها قد تكلمت عنها قبل. ولقاء الله عز وجل إشارة إلى اليوم الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ هذه الرواية قدم فيها الإيمان على الإسلام، وهناك اختلافات يسيرة في اللفظ. قال أي قال النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تعبد الله، تعبد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب الفتحة، لا تشرك، التقدير ألا تشرك، واللا هنا هي النافية وأم مضمرة، وبالتالي انتصب الفعل المضارع. أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، فدل ذلك على أن الشرك كله لا يجوز، والشرك كله حرام سواء كان كبيرا أو كان صغيرا. وتقيم الصلاة المكتوبة، المكتوبة أي المفروضة. ومن ألفاظ الفرض الكتابة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، فالمقصود بالكتاب أي المفروض، أي فرضه ربنا عز وجل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي فرض الإحسان.
وتؤدي الزكاة المفروضة. وكلمة تؤدي الزكاة المفروضة فيها معنى الإخراج، لأن الإنسان لا يؤدي شيئا هو يحبسه، وإنما يؤدي شيء هو إيه؟ هو يخرجه. وتصوم رمضان، أي تصوم شهر رمضان على حذف المضاف. ثم قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه، يعني إن لم تراه فإنه يراك، وسبق الكلام عن ذلك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسبق الكلام عن ذلك. ولكن اللفظ الجديد: ولكن سأحدثك عن أشراطها. اللفظ الفائت أن الذي سأل عن الأشراط هو جبريل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولدت الأمة ربها، إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها. الأمة أي الجارية المملوكة، الأمة الجارية المملوكة. ويدل على هذا قوله ربها، فالرب هو السيد، الرب هو السيد، فالجارية المملوكة تلد سيدها، وهذا دلالة على أنه في آخر الزمان تكثر الجواري والمملوكات وتتداول بين الأيدي، حتى ربما تصل المملوكة إلى سيد هو في الحقيقة من؟ ابنها، وهو لا يعلم وهي لا تعلم. فهذا في آخر الزمان. وإذا كان العراة الحفاة رؤوس الناس، الحفاة العراة، العراة والحفاة دلالة على الفقر، دلالة على الفقر. إذا كان هؤلاء الفقراء رؤوس الناس، قبل كان من شروط السيادة أن يكون له تاريخ تليد، وكان النسب يسمى بالحسب. النسب يسمى بماذا؟ بالحسب. ليه؟ لأن الناس كانوا يحسبون مآثر هذا النسب، فمينفعش رأس يطلع من غير نسب، ومينفعش نسب من غير ما يكون إيه؟ محسوب، أي له مآثر. أبويا كان أمير الفرسان في معركة كذا، وجدي هو الذي كان يذبح آلاف النوق، كان يذبح آلاف النوق ويطعمها للسهل والوعر والجبل، بينما كانت أمي هي الفقيهة إلي، وكان أعمامي هم فرسان العشيرة وسادة الناس. يبقى الإنسان ده التليد اللي هو ابن الناس دول، يبقى بالفعل يستحق أن يكون ماذا؟ رأسا، يستحق أن يكون ماذا؟ رأسا. كم ده كان موجود. وسميت إعداد النسب بالحسب لأنهم كانوا يجعلون ذلك كأنه في نقاط، يعني افترضنا اثنين والاثنين دول عاوزين نشوف أعلاهم رأسا، اتكلم يا ابن أبويا كذا وعمي كذا وخلدي كذا وعيلتنا كذا وبتاع كذا، ويحسبوا ياخد مثلا 9 من 10، وانت يا ابن اتكلم أبويا كذا وبتاع ياخد 7.5 من 10. يبقى لما نقارن بين الاثنين مين اللي أعلى؟ أبو كم؟ أبو 9. يبقى ده سيد العشيرة. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس بما ألقي إليه من الوحي، قال كفار قريش: لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إيه النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش يكون هو هذا الرأس.
احنا عاوزين واحد عظيم من القريتين، اي من مكة او الطائف، لان ده كانت طريقة العرب. لو قرأنا كل التراجم الموجودة في تاريخ العرب لا يمكن ان تجد رأسا الا وهو سليل المجد والفتوة، لكن سيأتي ازمان يمكن ان تجد رأس الناس من حسالة البشر. هتلر كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل عامل في منجم فحم، عامل في منجم فحم، وبقى هو هتلر الذي كاد ان يملك الدنيا. لا نعرف له اب ولا ام ولا عشيرة ولا عيلة ولا اي حاجة. كثير من رؤساء الناس هذه الايام لا نعرف تاريخهم لانه تاريخ اسود. كثير من رؤساء الناس ما نعرفهمش تاريخ، عملوا ايه، سووا ايه، ايه انجازاتهم البطولية، ايه اللي عملوه، فين ابائهم واجدادهم، هم على المستوى الشخصي ايه اللي قدموه للمجتمع وللعالم وللأمة، ولا اي شيء. وفجأة تلاقيهم ايه، رؤوس الناس، سواء رؤوس سياسيين او اقتصاديين او ما الى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ذلك، إن الناس السفلة الذين لا ذكر لهم ولا أثر لديهم ولا مجد عندهم، هؤلاء الناس يكونون رؤوس الناس، وبالتالي هؤلاء الناس يضيعون الأمانة، يضيعون الأمانة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا كان العراة الحفاة رؤوس الناس. واحد من الناس الغلابة، هذا الرجل كان مسكين وكان عامل بسيط، كان بيقول لي أنا نفسي أكون رئيس جمهورية يوم واحد بس، نفسي أكون رئيس جمهورية يوم واحد. هتعمل إيه يا عم فلان؟ قال: أأكل الناس كلها لحمة ويخزنوا لحمة لغاية لما يتبسطوا. الرجل الحتة دي محروم منها، ما بيأكلش اللحمة في السنة إلا مرة أو مرتين، فنفسه يكون رئيس جمهورية علشان يطعم الناس لحمة يا شيخ إبراهيم ويبسطهم، عشان يطعم الناس ويبسطهم. سبحان الله العظيم. طب تصور بالفعل إن يوم من الأيام الرجل ده بقى رئيس جمهورية، هيقود البلد ازاي؟ هيعمل ايه؟ ما هو هتلر ده دمر العالم لانه ليس اهلا ان يكون رئيسا. جنرالات الجيش نصحوه: يا فوهلر، ما ينفعش ان الجيش يتقدم نحو موسكو. حشد القوات كلها واستدعى القوات كلها وراح موجه القوات نحو ايه؟ نحو موسكو. وكانت الهزيمه النكراء، لأنه شاعر إن هو إمكانياته العقلية والذهنية والتخطيطية أحسن من غيره، هذا المسكين وهو عامل في منجم فحم، كان عامل في منجم فحم، يا دوبك كان بيفك الخط. كتب كتابه قصة كفاح بالعافية. وبالتالي هذا الرجل كان غريب الأطوار لأنه ليس تليدا ولا مؤصلا، لا نعرف له تاريخ ولا نسب ولا حسب ولا أي شيء. لما يكونوا دول هم رؤوس الناس يبقى هذه مصيبة، هذه مصيبة. وليس معنى ذلك أنه لا يصح أن يكون رأس الناس إلا التليد الشريف ابن النبلاء، ليس ذلك شرطا، ولكن قد يسود الرجل لما أعطاه الله تعالى من إمكانيات طيبة وفاضلة، لا بأس في ذلك الأمر. فسادة الناس هم العلماء، وليس شرط العلم أن يطلبه النبلاء. من يدري؟ عندنا عكرمة، وعكرمة هذا كان مولى لابن عباس، كان من أعلم علماء عصره، وأصله كان ماذا؟ كان عبدا، كان عبدا، ليس في ذلك ضير. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها.
وإذا تطاول رعاء البهم، البهم أصل البهيمة اللي هي الحيوانات، وسميت الحيوانات التي لا تعقل بالبهيمة لأنها لا تعقل، لأنها لا تعقل. وأصل البهم الظلمة، والبهيم أي المظلم شديد الظلمة، فوجود العقل نور وسلب العقل ظلمة. فلما كانت الحيوانات مسلوبة العقل سميت بماذا؟ بالبهائم، بالبهائم. وذاك لما تشتم واحد تقول له تعالى هنا يا بهيم، أول ما تقول له يا بهيم ممكن خناقة تسيل فيها الدماء، يقول لك أنت شايفني هنا ليه يدل ولا ماشي على أربعة ولا منها، تبقى مشكلة عظيمة جدا. والمقصود في الحديث بالبهم أي الضأن والشاء، الأغنام، الأغنام. فالماعز الضأن والشاء وما إلى ذلك هذه تسمى بالبهم، والبهم اسم يطلق على جنس ما لا يعقل من الحيوانات. أن ترى هؤلاء الرعاء الذين يرعون هذه البهم يتطاولون في البنيان، دي مسألة عجيبة، مسألة عجيبة لها عدة دلالات. الدلالة الأولى أن سكان البوادي يسكنون الحواضر، مش معقول إن هم يبنوا الأبراج في وسط الصحراء إلا إذا كانت هذه الأماكن صارت حواضر. يعني إيه حواضر؟ أي مناطق جذب للسكان يقيم فيها السكان. لو بنينا برج، البرج ده 50 دور وكل دور 50 شقة، وزعناه للناس بالمجان، ولكن ما فيش لا مي ولا نور ولا مواصلات ولا مدارس ولا مستشفيات ولا بقالة ولا سوق، وأقرب مكان عمران لهذا البرج 200 كيلو، وقلنا للناس اللي عاوز شقة نديها له مجانا، حد هيروح؟ ولا حد هيروح. هذا المكان ستسكنه العقارب والأفاعي والحشرات، لكن هذا المكان عملنا مدارس فيه وأسواق ودكاكين ومعاهد ومصالح وبدأ وسكك حديدية ورصفنا طرق وعملنا شبكة بنية تحتية من المواصلات والمرافق والمياه والمستشفيات وما إلى ذلك، الناس هتعمل إيه؟ هتروح. فهذا دلالة على أن سكان البوادي سيتركون البوادي ويعيشون في ماذا؟ في الحواضر، أو سيتم تعمير البادية، أو العكس، بدل ما هم ينتقدوا الحواضر تتعمر الإيه؟ البوادي، كذا أو كذا. والمعنيان كلاهما قد وقع، الاثنين وقعوا، كلاهما قد وقع، كلاهما قد وقع. وكلمة يتطاولون في البنيان، التطاول معناه تشييد الأدوار دور بعد دور، دلالة على ماذا؟ على علو البنيان. قال يتطاولون، يتطاولون البنيان. قديما كان لا يزيد البنيان عن دورين أو 3 أدوار. وقرأت كتابا عن هندسة المدينة في الإسلام، يعني المهندسين في الإسلام كيف كانوا يهندسون المدن، فكانت المباني لا تزيد عن 3 طوابق. 2، كان معظم المواد المستخدمة في المباني الطين والخشب، وبالتالي لو زلازل، براكين، أي حاجة ما تأثرش في هذه البنايات. 3، الشوارع لم تكن مستقيمة وإنما هي شديدة الانحراف، وده استراتيجية عسكرية عالية، لأن الشوارع المستقيمة يمكن أن يغلق الشارع من أوله إلى آخره، نوقف هنا واحد برشاش وهنا برشاش، اتقفل الشارع. لكن لما يكون الشارع عامل زي التعبان كده ودخل فيه الجيش
فممكن الصياد بماذا؟ بسهولة. وهذا ما حدث هنا في المنصورة. جيش الصليبيين لما دخل المنصورة كان أضعاف أضعاف جيش المسلمين، لكن لما دخل الشوارع تاهوا في وسط الشوارع الحواري. الناس كانت بتكب عليهم الماء المغلي، خلاص انتهى موضوع. خلال ساعات بسيطة كان الجيش الصليبي ده كله تم تدميره في وسط الشوارع بتاعة المنصورة. سبحان الله، ما ينفعش يكون أزيد من دورين أو ثلاثة أدوار. الشبابيك والأبواب لا تفتح من الخارج وإنما تفتح من الداخل، وبالتالي كل بيت له فناء داخلي. يبقى البيوت كلها مستورة وحشمة. اللي بره عبارة عن طاقات، بس طاقات هواء فوق، مش زي دلوقتي تفتح الشباك تلاقي جارك في وشك بينك وبينه ثلاث اشبار، يعني ممكن يمد ايده من الشباك يسلم عليك ازيك وعامل ايه وتسلم عليه، ده مش موجود. فالتطاول في البنيان لم يكن موجودا من قبل، وهذا ارهاص وملمح ودلالة من دلائل النبوة أنه أخبر بما لم يكن في عصره ولا بعد عصره صلى الله عليه وسلم، ما كانش موجود. إذن دي كلها أمور جديدة. أول برج هنا في المنصورة كان برج الشيماء، أول برج اتبنى في المنصورة. كنا نذهب ونقول إيه، شوف الراجل الأهبل عامل إيه، بني ده كله ليه، وعامل ده كله عشان ايه، ما يمش زي الناس كلها ليه، هو على راسه ريشة، ومين اللي يقعد في الدور العاشر او الثامن ده، تغلبان. افترضنا دلوقتي جه زلزال وقع البرج ده، طب افترضنا الاسانسير ده ما اتعطل، افترضنا مش نقعد نقول الكلام ده. وكنا نسخر من هؤلاء الذين يتطاولون في البنيان. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هؤلاء القوم يتطاولون في البنيان عليه الصلاة والسلام. وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك، أي هذا تطاول من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. يعني هؤلاء المذكورات من جملة الغيب، وهذا الغيب من جملة الذي لا يعلمه إلا الله، من جملة الذي لا يعلمه إلا الله. ثم تلا قول ربنا سبحانه: إن الله عنده علم الساعة، هذا غيب، وينزل الغيث، هذا غيب أيضا، لأن الغيث لا نعلم متى سينزل. ممكن يقول هذا اليوم الغيوم شديدة وهناك رياح ممطرة اتجهت من الناحية الغربية إلى الناحية الشرقية لينزل المطر بشدة في دلتا مصر، ويطلع اليوم ده يوم مشمس ويبقى ولا أي حاجة خالص. الذي ينزل الغيث هو الله عز وجل، أمرا يؤمر السحاب أن يحمل بالمطر، ثم يأمر هذا المطر أن ينزل في مكان كذا، ويهيئ لإنزال الغيث الأسباب زي الريح التي تزجو أي تحرك السحاب. لكن واحد يقول إن يحصل كذا، ده كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام عندما تلتقي البويضة بالحيوان المنوي، الله تبارك وتعالى يأمر أن يكون ذكرا أو أنثى. والسنار لا يعلم ذكر أو أنثى إلا بعد التكوين وبعد بروز الأعضاء، وأحيانا يكون الطفل بالمقلوب ما يظهرش في السنار، يقولك والله ما عارفين ده، يعني أنت ونصيبك بقى. وأحيانا يقولون ألف مبارك ولد، والراجل بقى يتبسط بقى ويسمي نفسه، يعني يسمي الولد عريف، يبقى أبو العريف،
وبعدين تيجي الولادة يتلاقي ايه؟ أنثى. أو العكس، دي أمور لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، والله تعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، لا بالطب ولا بالأجهزة. هؤلاء القوم ينبئون الناس بما انتهى إليه علمهم، وقد يكون هذا العلم قاصرا أو ناقصا، لكن العلم الكامل التام عند من؟ عند المليك سبحانه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. إخواني، حد منكم يعرف غدا هيعمل ايه؟ المتأكد ان بكره هيعمل ايه يرفع ايده كده؟ لا احد يستطيع. لكن غدا ماذا سنصنع؟ من الذي يعلم، نحن ام الله؟ الله عز وجل. بكره تصحى ساعه كذا وتروح المكان الفلاني وتصلح الجهاز الفلاني، وفلان يقول لك كذا وفلان كذا، وبعدين انت مش عارف ايه، وبعدين تقابل فلان تقول لك يقول لك كذا وتقول له كذا، وتمشي بالعربيه المرايه تطير عشان تروسيكل يقوم خابط المرايه، او واحد راكب حصان يقوم داخل بالحصان في العربيه. كل حاجه اللي يحصل بكره ده كله ربنا عارفه، وانت لا تعلم شيئا. هتعيش هتموت، كل ما يكون في غدك الله يعلمه، الله يعلمه. حتى الجاهليون، حتى الجاهليين كانوا يعلمون ذلك الأمر. الشاعر الجاهلي بيقول: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غدي عمي، ما عرفش بكرة إيه اللي يحصل فيه. فهذا من جملة الغيب. أيضا: وما تدري نفس بأي أرض تموت. يا إلهي، بأي أرض تموت؟ أنت لا تدري، أنت لا تدري. أحد الأقرباء حضر حرب 73، قص علي قصة في منتهى العجب. القصة دي إن هم كانوا في شرق القناة، وكان هناك قصف شديد من الطيران، وكانوا في سلاح الإشارة. في ذلك الوقت وسيلة الاتصالات بين السرايا عبارة عن السلك، سلك بيمد لمدة كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، ما فيش مثلا لا محمولات ولا أقمار صناعية ولا أي شيء، وكم ده رأيته بنفسي. فاليهود قاتلهم الله من شدة القصف، قطعوا هذا السلك. قائد السرية قال لعسكري بتاع السري بتاع الإشارة: اطلع يا فلان وصل السلوك دي. العسكري ده لسه متجوز بقاله 17 يوم، وهو في شهر العسل بعتوا له السدعة، دخل الحرب على طول. فقعد يعيط وقال له: يا بيه أنا مش قادر، أنا لسه متجوز وعايز أرجع للعروسة. فزميله قال: خلاص أنا هطلع أنا بالمهمة دي. زميله طلع بالمهمة، جت طيارة نزلت على الحفرة اللي كان فيها العسكري دي دانة، قطعته تقطيع. سبحان الله، الذي كان يحذر الموت أدركه الموت، والذي ذهب طالبا للموت تنحى عنه الموت. سبحان الله، أمور عجيبة. مسائل الموت دي بالذات أمور عجيبة جدا جدا، أمور عجيبة. ولو حدثتكم بالقصص في هذا الباب يمكن أن نجلس وقتا طويلا، وطبعا الناس بتحب تسمع الحواديت، ولكن كفاية الحدوتة دي. فقوله تعالى: وما تدري نفس، وما تدري نفس، وكلمة نفس نكرة أتت في سياق الشرط للدلالة على العموم، يبقى ما فيش حد أبدا يعلم بأي أرض سيموت. وبالتالي ناسب لما كان هذا من جملة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، كان ذيل الآية: إن الله عليم خبير. قال، أي أبو هريرة: ثم أدبر الرجل
أدبر أن ينصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، ردوا علي الرجل. ردوا رد تتعدى بإلى وتتعدى بعلى، يعني ردوا إلي وردوا علي، ردوا إلي وردوا علي. فأخذوا، أخذوا يعني ذهبوا ليفتشوا عنه ويبحثوا عنه. فأخذوا، كلمة أخذ فيه معنى الإيه؟ فيه معنى المجهود. قعدوا يدور عنه ويفتشوا عنه، إيه اللي حصل؟ بيعملوا كلام ده ليه؟ يردوه. فلم يروا شيئا، لم يجدوه. يبقى الصحابة ذهبوا لكي يبحثوا عنه في كل مكان ليردوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يروا شيئا، لم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، جاء ليعلم الناس دينهم. دي طريقة طيبة للحوار. بعض الناس بيميل في مسألة تعليم أو إيصال بعض المعلومات، يميل إلى المسرحيات ويسميها المسرحية الإسلامية. إيه المصائب التي نعيشها؟ إيه المسألة دي؟ دي مسألة غير صحيحة. وبالتالي لا بأس أن يأتي بصورة رجل وأن يجعل له صدرا وأن يركب له حلقا وأن يمثل هذا الرجل يعني دور امرأة ويقول هذه مسرحية إسلامية. هذا كلام في غاية الفساد، نسأل الله تعالى العافية. فهذا حديث جبريل، وبهذا اللفظ نكون قد أنهينا حديث جبريل بألفاظه، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى من الحديث العاشر في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن يجعلنا وإياكم من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.